مساء الخير ويسعد أوقاتكم جميع، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع ندوس. اليوم جبت لكم نبتة كتير رائعة وإلها فوائد طبية كتير. النبتة هي حشيشة الملاك العينية. هاي النبتة بتحتوي على الفيتامين B12 وعلى زيوت طيارة. كمان هي مقوية للدم، مضادة للتشنج، مقوية لوظائف الكبد. يستخدمها كتير الحالات العصبية والنرفزة والانفعالات الحادة. فيها مضاد حيوي وفيها مسكن ومهدئ. تتواجد عند العطارين بشكل مسحوق أو بشكل جذور يابسة، كما أنه شكلها كتير حلو ورائع.